نعم. إذا سمحت، إذا كان الواحد يستيقظ في الفجر وانت الصبح يكاد أن يخرج وهو جنب، هل يصلي هو جنب ولا يتروش حتى لو خرج وقت؟ هذا يسأل عما يستيقظ من نومه متأخرا، استيقظ في آخر وقت الفجر، فإن شغل بالغسل فاتها طلعت الشمس، وإن صلى بالتيمم صلى في الوقت، والجواب يلزمه الغسل ولو خرج الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دام عن الصلاة أو نسلها فليصليها إذا كره، لا كفارة إلا ذلك. ووقته وقت استيقاظ، فإذا استيقظ من نومه وتذكر من نسيانه يبادر فيغتسل ويصلي ولا حرج عليه، لأنه معذور.